عودة للجرائم. في قصة حكايتنا اليوم غادي نشارك معكم واقعة مؤلمة ومخيفة، المراهقة اللي غادي تتحدى الأوامر والتعاليم ديال عائلتها وتكذب عليهم بحال بزاف ديال المراهقات، وما كانش عارفة باللي هذا الأمر غادي يكون سبب لحتفها المروع والمخيف. فبقوا معايا باش تسمعوا تفاصيل هذه القصة باش توليوا تحضروا ريوسكم والأباء يحضروا وليداتهم. سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. كل مره كنوعدكم باش انني ما غاديش نتاخر عليكم كيجي شي سبب اللي كيخليني انني نتعطل. كانت هذه الحلقه غادي تحط والبارح، ولكن لظروفي الصحيه ما قدرتش نحطها، وقلت بلي انه البارح غادي نحطها. فعلا صورتها في الاخير غادي نلقى بلي انه الصوت اللي سجلت كان حالته كارثي، وقلت مستحيل انني نضيع لكم حلقه على قدها بصوت اللي هو عيان. قلت من الاحسن نزيد نتعطل ولكن تكون الجوده احسن، ومن جديد انا عاوتاني كنسجل من جديد. المهم انا الحمد لله بخير وعلى خير، كنتمنى انه ارواحكم وقلوبكم وعقولكم تكون بخير وعلى خير. قبلوا عليا في هذه الحلقه بهذا الصوت، وبدوركم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم وانكم تضغطوا على زر الاعجاب حيت كيفرحني التفاعل ديالكم. بعض المراهقات اولا جلهن كيبان لهم انه في النصائح نتاع الوالدين ديالهم قيود وتزمت، وتقريبا باش ما نكذبش عليكم كلنا دزنا من هذه المرحله. انا شخصيا واعوذ بالله من قول انا كنت من هذه المراهقات اللي كان شويه عندي هذا التفكير، غير هو كنت كنخاف وما كنزعمش. ولكن فعلا قراو معايا بنات وعرفت بنات وتصاحبت مع بنات انهم كيحاولوا يتفكوا من هذا الامر بالهرب ويتعلموا كل ما هو ممنوع. ما عرفش واش حيتاش كيخليهم انهم يبنيو شي شخصيه واحده اخرى اللي هي خاطئه او زائفه، او لا هما كيرتاحوا في هذا الامر، ما كنظنش انهم غادي يرتاحوا فيه. في قصتنا الليله درس كبير للمراهقات وغيرهن. في حلقتنا اليوم هاد المراهقه كان القرار الاول والاخير هو اللي غادي ينهي حياتها بشكل سريع ومخيف. فما كثرش عليكم في سسبنس ونقول لكم لنبدا. تولدت بريتني في روشستر في نيويورك، وعاشت فيها حتى كملت 18 سنة من العمر ديالها. كانت إنسانة نشيطة وعزيز عليها الضحك، ولكن بما أن والديها تفارقوا هذه واحد عامين قبل، تأثرات بهذا الفراق واختارت باش أنها تعيش مع الأم ديالها. كذلك كانت كدوز وقتها ولكن بشكل اللي هو قليل مع باها اللي كيعيش في مدينة واحدة أخرى نظرا لظروف العمل ديالو، ولكن كان كيتواصل مع بنته باستمرار. كانت الام تاع بريتني مراقبه بنتها ومنعها من الصهير ومن الخروج لواحد الوقيته معطله، ولكن في نفس الوقت كانت كتخليها باش انها تخرج في الاوقات العاديه مع صحاباتها، ما مزيرهاش بزاف وما طلقهاش بزاف. نهار 22 بالضبط ابريل 2009 كان بدايه نتاع العطله ديال فصل الربيع في الثانويه فين تتقرا بريتني. فمن الطقوس نتاع هذه المدينه الصغيره انه دوك الطلاب ديال هذه الثانويه قبل ما كينتقلوا من هذه المرحله بحال عندنا من الباك الجامعة كانوا كيمشيو يبدلوا الجو في واحد البحر اللي كاين في واحد المدينة واحدة أخرى في جنوب كارولاينا، واللي كان بالنسبة لهم بحال شي جنة. بريتني هي طالبة في الصف الأول من الثانوية، واللي كانت صديقة لشي دراري اللي هما كبر منها، غادي يطلبوها باش أنها تنضم لهم في الرحلة لميرتل بيتش اللي كاينة في جنوب كارولاينا. فهي بدورها غادي تمشي تسول أمها إذا بإمكانها أنها تمشي. أمها رفضت أن بنتها تمشي لجنوب كارولاينا وبوحدها وباقا صغيرة، وقالت لها بلي خاصك تدوي مع باباك، وهي بكل ثقة عارفة بلي أنه ما غاديش يخليها. تقلقت منها وبدات كتغاوت معها. في نفس النهار واللي هو الثلاث مع 8 ديال الليل غادي تعيط الام على الطليق ديالها واللي هو الاب ديال بريتني، غادي تقول ليه بنتك راه ما كتصنش ليا وراه بغات باش انها تسافر في العطله نتاع الربيع. هو غادي يسول بنتو علاش كتقولي لماماك راك غادا في العطله، راك ما غادي تمشي حتى شي بلاصه. بريتني سكتات. سولها باها واش كتفهمي شنو قلت لك، غادي تكتفي بكلمه واحده واللي هي اه. اليوم التالي اللي هو الاربعاء ابريل 2009 مع الظهر، بريتني كانت مقلقه بزاف، غادي تخرج من الدار وغتعيط على الصديق ديالها جون غريكو، طلبت منه باش انه يجي يديها، وبدات كتعبر ليه على القلق ديالها اللي عندها تجاه امها. هاد الصديق ديالها كانت كتشارك معاه كل شيء حيتاش كان صديق مقرب او بالاحرى خليل ديالها. فالمده سنتين وهما كانوا في علاقه مع بعضهم، وعارف مزيان شحال هي متشبته باش انها تمشي في هاد العطله باش تسافر مع الاصدقاء ديالها لهاد البحر.
وباللي أيضا هي مؤثرة بالفرق ديال والديها ومازال ما تقبلتوش. حاولت تنتحر زوج ديال المرات بشي أدوية اللي كانت كتاخدهم لمها. غادي يديروا لها غسيل المعدة، واللي حسن حظها ما كانش حالتها وصلت للخطر. داكشي باش كانت محتاجة هاد العطلة فاش تبدل الجو. لما جهزها جون قالت لي باللي أنه بغات باش يديها لعند صاحبتها للدار. فداك النهار من بعد ما خرجت من الدار غادي تعيط على أمها وتعتذر منها على كيفاش تصرفت معها، وغتحاول تسولها للمرة الأخيرة واش ممكن تمشي لميرتل بيتش اللي كاين في جنوب كارولينا. قالت لها لا. قالت لها علاش؟ قالت لها ما حيتاش أنا ما عرفاش هادوك مع منتي غادية، وما عندناش شي عائلة تما، وأنا حاسة باللي أنه تقدر توقع شي حاجة ما مزياناش وما بغيتكش تأذي. في هاد الوقت بريتني غادي تتجه للخطة الثانية واللي كانت قاتلة. غادي تقترح على امها فكره جديده نتاع هاد العطله، انها دوز داكشي اللي بقى في العطله مع صاحبتها في الدار واللي ساكنه قريبه منهم. وافقت امها ووعدتها باش انه غادي تبقى على اتصال بها، ولكن بويتني كانوا عندها خطط واحد اخرين وغير كذبات على امها. غادي تقول الحقيقه لصديقها جون وطلبت منه باش انه يمشي او لا يرافقها لهاد الرحله اللي كاينه في جنوب كارولينا، ولكن بسبب خدمته ما غاديش يقدر، وغادي يطلب منها باش انه يكون معها في تواصل مستمر. وغادي ايدها في الفكره وقال لها سيري بالتليجو دوزي غير 3 ايام وعاودي رجعي. فقبل ما غادي تسافر مع 6 ونص غادي تدوز لعند جون لخدمته، طلع ليه وغادي تشد طريق مع 4 ديال الاصدقاء ديالها لجنوب كارولينا اللي بعيده يا سادة كرام ب 14 ساعه على نيويورك، على امل باش انهم يوصلوا اليوم التالي وبكري. وصلت وكانت ديك المده كلها هي في تواصل مستمر مع جون، وقالت ليه بلي انهم نزلوا لشي هوتيل اللي سميتو بار هاربر، وبلي هي فرحانه والجو زوين واستغلات الحريه ديالها. لما كانت كدوي لما كتقول ليها بلي انه كتفرج مع صحاباتها في الافلام او لا راهم خارجين كيتمشاو، كتعطيها اي حاجه غير باش تطمئنها بلي انه كلشي بخير. في اليوم تالي اللي هو الخميس لأول مرة شافت بريتني شنو كيوقع في ديك المدينة أو لا كيفاش دايرة، وهنا فيما بقاش كتحس براسها مرتاحة. بريتني المراهقة بدات كتشوف رجال ونساء كيلبسوا شي حوايج اللي عمرها ما شافتهم من قبل، وكتشوف أشخاص اللي هما مقلوبين بالخمر، وكاين اللي كيشوف فيها بنظرات اللي ماشي حتى لهي، وبدات كتحس بالخوف واللي أنها ما مرتاحاش وماشي هذا هو العالم ديالها. هي الوحيدة اللي ما كتعرف حتى شي حد تما، حتى مصحابها مع من جات ما بقاتش مفاهمه معاهم، ولات كتشوفهم كيديروا شي حوايج اللي هي ما كتبغيهمش، كيتعطوا المخدرات وهم بدورهم ما غاديش يبقاو مسوقين ليها. وهنا فين غادي تقرر وتبدا تخرج بوحدها. هادشي كله باش عرفناه حيتاش كانت كتشاركو مع الصديق ديالها او الخليل ديالها جون. نهار الجمعه الصباح بكري غادي تلقى بشي صديق من روشستر المدينه اللي كتسكن فيها في الاصل، واللي سميتو بيتر، عنده 20 سنه وخدام في شي حانه ليليه. جا مع صاحبو حتى هو لكارولينا الجنوبيه في شي طوموبيل، جا جلس في شي اوتيل واحد اخر اللي بعيد عليها بكيلومتر. نهار السبت من بعد الظهر مع الزوج، هاد الوقت اللي كانت الام تاع بريتني اختها عند بالهم بلي انه راه بريتني قاعده نشطه ومع صاحبتها وراه غير حداهم، غادي يعيطوا عليها، غادي يقولوا ليها بلي انهم شراو ليها شي حاجات، وغادي يسولوها على شنو هو البروغرام نتاعها نتاع ذاك النهار، حيتاش في ذاك النهار تبدل الجو وجا الصهد بزاف. وما قالوا فراسهم بلي انهم يعيطوا عليها ويخرجوا مجموعين. من بعد ما شاف بريتني بلي انها مرتاحه انها تبقى مع صاحبتها، غادي تقول ليها دوزي ليا شي حد من والدين صاحبتك. بريتني غادي تدوز ليها شي شخص ذكر، وغادي يقول لها بلي انه بنتك راه في امان معانا. بريتني غادي تقول لها بلي انه اليوم التالي او لا غد ليه غادي ترجع، ومن بعد شكرتها حيتاش خلاتها باش انه تجلس مع صاحبتها دوك الايام اللي في الاساس هي فيهم بعيده على امها ب 14 ساعه وماشي نص ساعه. كانت محادثه اللي هي بريئه ظاهريا، ولكن دغيا غادي تقلب الامور. ديك الوقت غادي تدير مع الصديق ديالها بيتر اللي تلاقات به البارح، وغادي تسلف شي سروال من عند شي صديقه ديالها، وغادي تصيفط الرساله لجون وغادي تقول ليه على اساس انها غادا تمشي تشوف بيتر، وبلي انه ما تلاتش باغا تبقى حيتاش ما بقاش عاجبها الحال بسبب دوك الاصدقاء اللي جات معاهم. بريتني وصلت لعند بيتر، من بعد دغيا غادي تخرج. علاش؟ حيت ديك البنت اللي سلفات من عندها السروال غادي تعيط ليها وغادي تقول ليها رجعيه ليا دابا. غتعاود تصيفط رساله لجون وغادي تقول ليه بلي انها خصها ترجع عاوتاني على رجليها حيت صاحبتها طلبت لها باش انها ترجع لها سروالها. لما خرجت بريتني من الاوتيل اللي فيه
بيتر وهي بطريقها لوطيل ديالها كانت باقا في تواصل مع جون. شوية غادي توقف وبالضبط مع 9 ديال الليل توقفوا الرسائل ديالها. جون كيحاول انه يتواصل معها والو. دازت عليه 30 دقيقة وكيتسنى في الجواب ديال بريتني حيتاش كانوا ديما تيدويو مع بعضهم واذا تعطلوا كانوا ما كيفوتوش 10 دقائق. هنا غادي يحس باللي انه كاينه شي حاجة اولا شي مشكلة. من بعد ما دازت ساعة ديال الوقت بدا كيهددها، اذا ما جاوبتينيش غادي نقول الام ديالك الحقيقة. واخا هكاك ما كانش رد اولا ما جاوباتوش. غيعيط ليها والو. فعلا غادي يدوي لمها غايقول ليها شنو كاين. تعصبات وقالت ليه غادي نقتلها، كيفاش قدرت دير هاد الشيء بلا خباري. كانت ردة فعل ديال الام ديالها بحال اي ام غادي تسمع بلي انه بنتها خرقت القانون ديالها وبعيده عليها ب 14 ساعه. الام تاع بريتني حاولت باش انها تعيط ليها وقلبها بغى يسكت. من بعد ما كانت يصوني شويه غادي يولي التليفون كيعطيهم العلبه الصوتيه. جون فصل الخدمه مع 11 ديال الليل غادي يمشي كيجري لعند العائله ديال بريتني ديال الخليله ديالو لدارهم ولقاهم بلي انهم كلهم مجموعين على الطبله وبدا تيشرح لهم كلشي على بريتني. الاب ديالها في ديك الساعه غادي يدوي البوليس ديال روشستر وغادي يقولوا ليه بلي انه ما غادي يقدروا يديروا والو من نيويورك. جون في ديك اللحظه غادي يطيح عليه واحد الفكره، غادي يتواصل مع الصديق ديالو اللي كيسكن في كارولاينا الشماليه واللي غيمشي لميرتل بيتش ويحط بلاغ عند الشرطه المحليه. في ديك الوقت صحابها وعائلتها كيحاولوا باش انهم يتواصلوا معها ولكن كاع المحاولات فيهم العلبة الصوتية. اليوم التالي الوالدين تاع بريتني وجدودها والأصدقاء ديالها غادي يمشيو في الطيارة لميرتل بيتش باش أنهم يقلبوا عليها. 12 ساعة بريتني مختفية، البوليس غادي يفتحوا التحقيق في الاختفاء ديالها، غيمشيو يقلبوا في الشواطئ والفنادق المحلية لعلهم أنهم يلقاو شي دليل. البوليس غادي يلقاو صحاب بريتني اللي سافرت معاهم واللي كانوا كبر منها وقالوا للبوليس بلي انه ما قدروش حتى هما يتواصلوا معها من الاختفاء ديالها حتى شي فكره فين انها غادي تكون. الام تاع بريتني غادي يسولوها المحققين على كيفاش دايره بنتهم كانسانه في الدار حيت شكوا في انها ممكن تقدر تكون هربت، ولكن لا ماشي بصح حيت هي ماشي من هذا النوع. اليوم التالي غادي يكتشفوا البوليس بلي انه الشاب اللي دارت معاه اولا بيتر اللي تلاقات به مشى فحالو في نفس الليله فاش تخطفات ولكن مع الزوج ديال الليل، يعني 5 ديال السوايع من بعد ما اختفت بريتني، واللي خلى البوليس انهم يشكوا فداك الشاب بيتر مع صحاب ديالهم نساو ما داو الحوايج ديالهم كلهم ونساو ما رجعوش حتى المبلغ التامين اللي عطاو في لوطيل. وهذا الشيء اثار انتباه المحققين. بداو المحققين كيجمعوا في السوايع منين خرجت من الفندق فين كانت مع بيتر الفندق ديالها، غير لقاو شي كاميرا تشدوها وهي كتمشي وكتكتب الرساله مع 8 وربع ديال الليل اللي كانت فيها كتحاول انها تواصل مع بيتر باش انها تعرف فين كاين بالضبط لوطيل ديالهم. المحققين غادي يجيبوا بيتر يحققوا معاه وغايقول لهم بلي انه من بعد ما جات عنده دغيا خرجت ومشات لوطيل فين هي كاينه على اساس انه على حسب ما قالت لهم باش ترجع السروال نتاع صاحبتها. فعلا المحققين غادي يتاكدوا من هذا الشيء بالكاميرات ديال الفندق فين كتسكن وغيلقاو بلي انه بيتر ما كذبش. دخلت لوطيل اللي فيه بيتر وصحابه وجلست غير شي دقائق معدوده وعاود خرجت بالزربه غدا في الاتجاه تاع لوطيل ديالها، يعني مع 48 خرجت من عند بيتر. وقدروا المحققين باللي انه بريتني غادي تحتاج 15 دقيقه باش انها توصل للكاميرا اللي كاينه في الطريق لوطيل فين هي نازله، ولكن لقاو من الكاميرات انه بريتني ما وصلتش لديك النقطه. فما بين لوطيل ديال بيتر ولوطيل ديالها هنا فين كان الاختفاء ديال بريتني. وخا هكاك المحققين بقاو كيستجبوا بيتر حيتاش هو اخر واحد اللي كان شافها. المحققين ضرهم راسهم بغاو يعرفوا علاش سافروا في نص ديال الليل سويعات قليله قبل الاختفاء ديالها. قال لهم بلي انه واحد من صحابه ضغطات عليه امه باش انه يرجع في اسرع ما يكون. فعلا المحققين غادي يتبعوا هذه المعلومات وغادي يتاكدوا بلي انه بيتر كان صادق وما عنده حتى شي علاقه مع الاختفاء نتاع بريتني. ولسوء حظ المحققين ما بقى عندهم حتى شي دليل فين تقدر تكون غبرات، ولكن غيمشيو لواحد البيست وحده اخرى. غادي يجيبوا المعلومات اللي في التليفون ديالها اللي كان متواصل مع شي برج ديال الاتصالات اللي بيه. غادي يعرفوا المحققين فين كانت تقريبا بريتني في ديك الوقت. لقاو بلي انه من المفترض انها تتجه شمال نتاع الجهه ديال الفندق ديالها، الا انه مع الساعه 9:27 دقيقه ليلا من بعد 30 دقيقه على اخر رسالتها لقاو بلي انه التليفون ديالها متجه للجنوب.
كأنه غادي في شي طوموبيل وكيرسل إشارات للأبراج الاتصالات في هذيك المنطقة اللي سميتها سيرفسايد بيتش اللي بعيدة بعشرات الكيلومترات على ميرتل بيتش. هنا البوليس ما متأكدينش واش انقطع الاتصال بها حيت سالت لها الباتري ديال التليفون أو لترس لها أو لتلح لها أو الله أعلم، ولكن مع 11:45 دقيقة غادي توصل من جديد التليفون ديالها لآخر مرة مع برج اتصالات ديال جورج تاون. تليفون كان غادي بسرعة مستمرة لواحد المكان مقصود في شي بلاصة في جورج تاون، وهاد المنطقة يا سادة يا كرام اللي توقف فيها التليفون ديال بريتني، تخيلوا منطقة معزولة وبعيدة على كل شي، منطقة غابوية وغير آمنة وما يمكنش تمشي لها شي مراهقة في هاد السن أو لا شي حد اللي جاي من نيويورك، حيتاش شبه خالي وعامر بالتماسيح والخنازير والأفاعي والحشرات، وفوق من هاد الشي هو واحد المكان اللي ماشي ودي اللي ما يمكنش يمشي ليه أي واحد. البوليس غادي يلونسيو التحقيق ديالهم في هاد المنطقة وغيلحقوا عليهم محققين وحداخرين باش أنهم يعاونوهم على أساس أنهم يزربوا باش يلقاو شي دليل. غادي يقلبوا في الأنهار، غادي يحاولوا باش أنهم يبعدوا التماسيح باش يخليوا الكلاب يقلبوا، صفتوا طائرات جوية. كان بحث فعلا عميق. في هذه اللحظة العائلة ديال بويتني كانت كتسنى في أمل أنهم يلقاو شي حاجة، إلا أنه الخبراء غادي يجيو عندهم وغادي يقولوا لهم بلي أنه إذا كانت فعلا بويتني في هذه المنطقة فتأكدوا بلي أنه خلال 6 ديال السوايع بالضبط غيتكل فيها الإنسان بسبب هذه الحيوانات الخطيرة. تخلعوا ولكن واخا هكاك غيستمروا لمدة أسبوع من البحث وما لقاو والو. خاب ظن العائلة نتاع بويتني وغادي يرجعوا في حالهم وما فاقدين الأمل. أيه لدابا ما لقاوش أثر اختفاء ديالها. يا سادة كرام 13 سنة وباقى بويتني مفقودة وسط مخاوف باللي أنه بالفعل ترمات كطعم لهذيك التماسيح. صديقات جون ندم حيتاش ما كانش معاها وإيدها في الفكرة، ما قدروش لقاو لا كيفاش وقع داك الشيء ولا شكون من غير أنه التليفون ديالها توقف في ديك الغابة. وأنا عارفة باللي أنه في قضية اليوم غادي يخيب ظنكم من هذه القصة حيتاش النهاية ديالها سيئة وخصوصا ما فيهاش حل للأسف، نهاية مؤلمة لمراهقة دارت داك الشيء اللي قال لها راسها. فما كرهتكمش أنكم تقولوا لي في هذه القضية كيفاش جاتكم واش فعلا أنه بريتني كظنوا كلاو التماسيح في ديك المنطقة أو لا دوك اللي خطفوها أو اللي غبروها هزوا التليفون ديالها وحطوه في ديك المنطقة بالعاني باش أنهم يضللوا البحث نتاع بريتني. أنا عرفتكم بلي أنه عزيز عليكم الأخذ والعطاء في هذا الأمر، فما كرهتش أنني نشوف الأفكار ديالكم وتقاسموها معايا. هاد القصة أو القضية ماشي حكيتها يا سادة يا كرام غير باش تكون عابر سبيل، ولكن باش تستفدوا منها المراهقات وحتى الوالدين. فالمراقبة المستمرة ضرورية، نحاولوا أننا نتصاحبوا مع أولادنا كيف تنقول دائما ونشرحوا لهم علاش لا وعلاش أيه. سورتو ديك القضية نتاع نبات عند صاحبتي أنا شخصيا أرفضها، خصوصا في هاد الوقت اللي ما كيناش فيه الثقة، اللي ولا الاغتصاب منتشر والجرائم وزيد وزيد، الوقت غادي وكات صعاب والفتن غادي وكات منتشر. نحافظوا على وليداتنا ما نزيروهمش وما نعطيهمش الحرية كاملة. في الأخير الوالدين يديروا جهدهم أنهم يحافظوا على أولادهم ومن بعد راه الحافظ مولانا. كنت من أنه حلقة اليوم تكون نالت إعجابكم وكان وعدكم باللي أنه غدا غادي نحط لكم إن شاء الله حلقة جديدة باش نعودكم على هذه الأيام اللي تأخرت عليكم فيها. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.